سالو سالو، اهلا يا اهلا وسهلا ومرحبا بكم في احلى جديد. في احلى طبيعه. احنا هوني وين بالضبط؟ دخلتيني شان في الموضوع على كل ما كدايرين. لاباس عليكم؟ لا لاباس عليهم لحد شيء، توا باش يشوفوا الاجواء اللي احنا فيها باش يوليو لاباس عليهم. خليهم يسولونا كي بقيتم داكشي اللي وقع لنا في مراكش يجمعوا معنا شويه. لاباس علينا. المهم احنا صافا الحمد لله، داز داكشي صراحه، وخدت يوما خايبه ولكن من بعد الحمد لله كل شيء ولا مزيان. بقات تسنيم شويه مسكينه مريضه، مي الحمد لله صافا. طاحت لها شويه سخانه، باقي فيها شويه لا دياغي، مي الحمد لله الحمد لله. ادخل في الموضوع، انا اكسيتي. المهم اليوم جينا للعزيب ديال بابا. اول حاجه سامحني، انا قبل كل شيء معناتها نحكي معاكم، راني انا اول حاجه انا نحكي معاكم راني مفجوع، تو من بعد تفهموا علاش انا مفجوع. كما تقولوا في المغرب عندي الخلعه، مخلوع مخلوع مخلوع، تو تفهموا علاش. اما اللي نحب نقول لكم قبل قبل الفجعه قبل كل شيء، احنا في بلاصه هونيه وين فما الفيرما نتاع بوها. جينا البارح في الليل، جينا البارح بالليل ووصلنا مع ديك 9:30 وما قدرناش نصوروا حتى شي حاجه، حيت جينا ديريكت كان بابا داير واحد العشاء كيديرها مره في كل زعما مره في كل عام، دونك كان جامع الناس بزاف وداك الشيء. صافي دخلنا كانت الدنيا عامره وداك الشيء صافي. المهم بعد العشاء ولا والعشاء عشاء كانت اكسبيريونس مزيانه يعملوا فيها الدعاء والقران وكل كتكون حاجه زوينه، حاجه مزيانه 100% ماروكان. يا ربي انا طب من حاجه اسمها الطاجين نتاع الدجاج والطاجين نتاع اللحم. خويا تبارك الله المغاربه ما فهمتش ياكلوا، تبارك الله عليكم ربي يعطيكم صحة الأبدان. هو ما بغاش يدخل ليه راسو علاش كنديرو دو ولا تخوا بلا في مرة واحدة، حيت هما في تونس كيحطوا لي كل شيء في الطبلة، مثلا حتى إلا كانوا دايرين جوج ماكلات ولا ثلاثة كيحطوا كل شيء، واللي بغى مشي حاجة كيهزها. المشكلة حنا كنحطوا مثلا البلا الأول وكنهزو وكنعاودو نحطو البلا الثاني، هو هذا حاجة ما بغاش يدخل ليه راسو. لا أما نحب ولا كيقول لي كناكل ومخلوع شنو غايجي من صحيح. بعد نحب نقول حاجة للناس اللي باش تجي للمغرب ولا للعباد اللي واخدين مغاربة وما يعرفوش العادات والتقاليد نتاع المغرب ولا مهمش فاهمينها بالكدا، ديما كيف تاكلوا ما تشبعوش من اول بلا، راهو بعد البلا الاول باش يجي الثاني وباش يجي الثالث، ديما خلي روحك ناقص، اذا كانك ما شبعتش بالكدا في اخر بلا كمل بالغله. اما يعطيكم الصحه. المهم احنا غادي نديروا لكم دويره خفيفه هنايا، تشوفوا الاجواء وتشوفوا داكشي كي داير. انا صراحه البلاصه كنرتاح فيها بزاف، ومن بعد رمزي غادي يركب في اسكت في العود. غادي نركبو حيت خويا كيدير عتما، خويا كيدير التبوريضه والخيل وداكشي، دونك غنلبسوه داكشي ديال اللبسه التقليديه ديال الناس اللي كيديروا الخيل والتبوريضه وهذا، وغيركب فوق العود مسرج. نحاولوا نخليو سمحنا نشوفوا واش غيجري بيه ولا غادي يتمشى ولا شنو. ان شاء الله نحاولوا نخليو فيديو صغير باش تعرفوا شنو هي التبوريضه للعباد اللي ما تعرفهاش، اللي هي حاجه موجوده عندنا في تونس وموجوده في المغرب، موجوده في المغرب العربي كامل. دونك خليكم معنا، شوفوا معنا الاجواء، شوفوا رمزي كيفاش باش يبدا يجري جاي ما عنده بالحصان. تيركب بعدا تيركب، انا عندي شك واش غيركب ولا لا. انا خايف ما نجمش نطلع. يلا المهم انا غنصور لكم شويه من الحاجه، ومن بعد نشوفوا رمزي واش غادي يركب ولا لا. خليكم معنا. طلعت شجره الارقان موجوده هوني. هنايا هاد البلاصه حنا في الشيادمه، اللي كيعرف زعما هي تابعه لصويره، حنا في الشيادمه تابعه لصويره، وهاد البلاصه معروفه بارقان. يعني هاد الشجر بون، هنايا بابا داير الزيتون، هنا بابا زارع الزيتون وزارع الكرام وداكشي في هاد البلاصه هنايا. ولكن كاع داك الشجر اللي كيكون ليها بحال مثلا هذيك الشجره بزاف، كاع داك الشجر اللي كاين هنايا هذا كله ارقان هكا نايض. هذه هي ارض الارقان. من بعد كاينه واحد المراه هنا كطحن الارقان وداكشي، الا مشيت عندها غادي نصور لكم وتشوفوا. كاين العودان ديجا مخرجين جوج ولا ثلاثه، لا خرجوا اربعه توا. خرجوا اربعه وقعد واحد اثنين وفما واحد اخر ثلاثه ظهر لي. هنايا العودان، هنا كيكونوا الحواله، تما كاين البقر. المهم انا غادي ندور دوره ونوريكم داكشي كامل كيفاش داير. يلا خليكم. فوالا هذه هي البلاصه اللي وريتكم من الفوق، كنا حنا هنايا الفوق. هاد البلاصه كلها زيتون، وتما كاين واحد البير. هاد البلاصه ديال الدجاج، كاين الريح ما عرفتش واش غيتسمع صوتي مزيان ولا لا. دابا حتى الصيف عرفتي في وقت الربيع هاد البلاصه كامله كتكون خضراء، وكنا الا جينا هكا في الربيع كنتغداو هنا كنفطرو فهمتي، كندير واحد الجليسات هنايا. هذا كامل بابا داير فيه الزيتون، وهذه شجرة أرقان.
واحد شجرة أركان وسط الزيتون خرب منها. هذه هي شجرة ديال الأركان. هذا هو أركان. هو راه كيطيح بوحدو من بعد كيجمعوه وكيهرسوا هذه فيها واحد العظيمه كيعاودوا يهرسوا ديك العظمه كيجبدوا منها بحال واحد اللويزه. هذيك اللوزه الا حمروها وطحنوها كتولي زيت الماكله، والا خلاوها هكاك خضراء وطحنوها هذاك هو الزيت ديال اللي كنديروه في الشعار وفي الوجه وداك الشيء. عادي دخل. لا هذا الربيع مسكين يباس مع الشميشة. هو هذا أركان الشتاء. هذا يسميوه الأركان يسميوه اللوز البربري، اللوز البربر. أبو؟ أي. والأركان قريت عليه نقا موجود، كان في موجود في المكسيك وفي المغرب. وموجود شويه منه في انا جو بونس معروف كان في المغرب، حتى المكسيك ما معروفش فيها. معروف في المغرب، معروف في البلاصه هذه الشاب، ما النواحي نتاع السويره. وفما زوز ولا ثلاثه بلايص اخرين، وهذا هو اللي يستعملوه للزيت. قلت لهم هذه كتحل وكاين واحد العظيمه الوسط، ديك اللويزه اللي تيجبدوا الا تحمرات وطحنوها كتولي الزيت ديال الماكله، ولا طحنوها هكاك خضره كيولي. هذا هو المعوض نتاع زيت الزيتون، معناتها هوني العباد يستعملوه ياسر. كياكلوه بزاف كيفطروا به الصباح. يستعملوه برشا. هذا الكاليبتوس، هذا كامل شجر كاليبتوس في الجنب. هنا بابا دايروا قيلا غير شجره وحده د أركان هي هذيك. ولكن البرا عنده بزاف. لا تبارك الله به الخضار، ولكن الصيف ما كاينش الخضار دابا. هذه شجيرة ماما، هذه ديال الكرمو، لا هذه ديال الحامض. هذه نتاع القرص، هذه ديال الحامض، وهذه ديال الكرمو. باقي صغير. هاي مازال صغير تو، هذا المفروض شهر 8 يولي يكبر، تولي تاكل الكرموس من امه. الخواف من الكلاب الكبار، الصغار لا. دابا غنطلقوا لك واحد الكلب. لا الله يرحمكم، انا البارح في السطح نتكيف وهذوك من بعد ينبحوا البعيد ونقول كان ينقزوا، انا كيفاش باش نهبط؟ كيخاف من الكلاب، اش بالك نجبدوا ليه شي واحد؟ لا تجبدوا ليه نجبد لكم. هذاك اللي فوق السطح ما يدير بيه، ولا كنا معاه احنا احسبوني ضيف، المره الجايه جبدوا الكلاب. يلا ربطك بقلب العاي بالروي يجيبك تلنا. يلا تسنيم، يلا يلا بصي بنتي، ما تشوفي شحال زوين. شوفي انا جابوا هذاك النهار عاص غير بيت عبد الحليم. جابوا بابا ولا عثمان؟ جابوا شي واحد عثمان. يا الصيد هذا، هذا كوبي. كوفي قال لي الطاووس هز ريش وواقيلا ما غنوصل عندو حتى يهبطو. ما شاء الله ما شاء الله، شحال زوين ما شاء الله. بونجور بونجور ما شاء الله. هو راه فاش يشوف شي واحد تيهبطو. اوه فين هما الاخرين؟ علاش كاين غير هادو؟ ناعسين مساكن خرجينو. لا راه مال هي ناعس يمسك نقاتلهم الصهد. شتيها معيزة؟ شتيها
نمشي مع هذه الحواله. لا راه كاينين الاخرين النعاج ياك. لا ما كاينينش. فين كاينين الزريبه ولا الفلفل؟ هذا النعيجات الحواله. يا نشوفوا هادو العودات ياك. ولا عندك تخرج؟ عندك تخرج؟ لا تبارك الله تبارك الله ما شاء الله. هادو غير العيالات ياك. العيالات العودات. كاين هادي هذيك الماغون كتشبه الاول بدر اللي مات مسكين. وهذيك شتي مامي شتي بنتو بصح شتي مسيا مسيا مسيا. لا شوفي هذه صغيره زوينه بنت هذيك بنت اللي كتبها الاول بدر. تبارك الله. الرجال كاينين تما الرجال. العيالات بوحدهم والرجال بوحدهم ياك. هذا غيولي ملك قال لي خالي حاج طويل باقي صغير هو طويل من عمرك ساكن الصهد عليا. كاين بقيرات صغار. بونجور رمى لك رئيس. بونجور الزين. هذا الصباط وهذه الجلابة. الجلابة من الداخل. وين راه خصك تجري؟ الدراعية. وهذا هذا السلهام. وهذا السلهام زيد. وقالت لي لازم تجري. هذا ديالنا. هذاك السكين راه جبدي جبدي. الله 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 الله. يا ربي كان يعرف بيه العود. ما تخاف منه والو. هو لا جرى شد مزيان انت هو غيخليه يجري بحول الله. تلاقاو في اسفي ان شاء الله. هذه فين؟ هذا غادي نلبسها فوق الجلاب. وقف وقف دير القب الاول باش حسيت روحي باش نعاود نعرس. قالك حاس براسو غادي يتزوج. شتي شحال كيلبسو باش يطلعو فوق داك العام. شفتو العصامة كيسي فينا. هذا سميتو الدليل. موجود هذا اللي كيكون فيه القرآن هشام ياك. لا تسرق عصابة ولا قالك حس براسو غيتزوج مرة أخرى. تزوجو؟ قالك عيشكم والخي هذا شي راه خصك تحفظ حتى داك داكشي اللي كيقولوا. هذيك ان شاء الله جايه 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 سكين راسك كلشي. هو ديال الحرب كان كيكون على واحد خنجر صغير وكان حسب الثورات ديال العود. وهذا راه وقيله ثقيل. لا احمد اجي نقول لك اجي. هذا عاد المكحله. هذا هو المكحله. كانوا كيديروا غير واحد هنا كيديروا هذا القران وهنا كيديروا واحد الخنجر صغير. لا الخنجر اللي كانوا كيديروه صغير على حساب التوراه. كل سمو كل بلاصه بلاصه والتوراه ديالهم. ما تقيلاش لا راسي غير باس. اييه دابا
من الاحساس ديالاش ديال يونيك اون لا هذه لصالح با 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 يا فرات دور السيف كنحبوا يجبدوه كيفاش هذاك غير ديكور جبيد كيتجبد منين جات اخويا من الرباط كيتجبد منين با 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 يا فرات شدي حسن كراي داك الشيء كاين عندك البحر مرقد دخل من حدا طاكو وتلقى تما كاينه لاسيورونس ديال الفلاح هذا منبع انساني سير سير شنو احساسك؟ او احساس جميل. اما حاجه واحده نحب نمشي ونقعد هز هذم باش ما نحفظش عليهم. طوال طويله. اما ملا احساس بصراحه. هذاك وتوا قلبي يعمل دق 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 خايف ما نعرفش نطلع فوق الحصان. عشان جابوا لك العود العالي. يا حبيبي. مشيتي فيها. يا حبيبي. طلعنا. سيدي انا كلامي قليل على خاطر مخي مع الاجواء اللي هنا. اما الناس الكل خليو لنا كومونتير قولوا لنا شقاولكم في الاجواء بين لي راسي ها هو شوف 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 ها توا صحيح وهاي مكحله عندك تيري فينا انا العود ما مش عارف كيفاش نسوقه باش نكمل شد هذه العود هو سرجوه ها هو تبارك الله تبارك الله 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 يلا السي الفراتي غيطلع بسم الله قول بسم الله قول بسم الله يا فراتي يا فراتي الشياب ما كل باش نضحك عليها اليوم شوف شوف هاد الرجل هادي خشانه هي الاولى وبها غتورك باش تنقز برجل الاخر لا هذاك عارفه الكل رانزا قلت لك رجل لبنى هي اللي تحط في الكرسي فوالا توقف زيد عادي توقف واهي توقف يلا يلا ورك برجلك وطلع الدوم راكب على الاخر يا حلك غا شوية غا شوية جري شوف تبارك الله هو صالح راكب كاع ما خايف احساس جميل جميل اوه شويه من الخوف وشويه من السخانه اما احساس ولا في الاحلام تمنيت نجري شويه ما خفت وضرني هون حسيت بالوجع الثقيل اما احساس روعه انا كنت كنركب ديما لا انت تركب بارك الله برمش يطلع شويه تركب في عندهم الفيديو في تونس وانت تركب الدور بالاحصان يلا نبدل بشاتي باش سخون دابا دور امينه وهادي امونه ما عرفناك دابا وي على وي جيم جيم جيم
يلا غتجري بيه ولا شتاكين؟ لا عيد عيد. لا والله ماذا بيا نقعد، بصراحة أجواء ممتازة، وسورتو ماذا بيا نقعد باش نزيد نحفظ نركب على الحصان. العود العود. هكا هو، خليكم معنا وكملوا شوفوا معنا شنو آخر الأجواء. أمتى أنا؟ احنا غادي نتخانقوا. وين؟ لا ما انت كملوا شوفوا معنا المستجدات الجديدة. سالت لا فيديو جيسبر تكونوا شفتوا. لا نورمالمون تعجبهم، تكون اكسبيريونس جديدة ومزيانة. ماهيش حاجة من الحاجات اللي تعودوا عليها الناس ولا اللي نجموا يشوفوها الناس كاملين. يلا دابا غادي نشوف نشدو الطريق ان شاء الله الاسفل. نشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد في بلاصة جديدة. باي باي. هادو كاملين شجر د أركان، كاين ديال الناس وكاين ديال لا كله ديال الناس. هو نايض غير بوحديتو، ولكن هو نايض بوحدو، كل واحد نايض في الارض ديالو. نتاعكم فين؟ الفوق. الفوق حنا عندنا الهيه، عندنا داير بالعزيب، وعندنا حتى ديك الجهه اللي الفوق تما. راه بعيد، واخا كتبان قريب بعيده. كنت باغا نمشي عند هذيك المراه ماما اللي كطحن، الساعه جاتني الصهد. وعما قلتي طرقناها دابا؟ اه دغيا تفيت. شي مشكل، مره اخرى ان شاء الله نجمو ناخذو توا في الطريق نتاع 5 دقائق. لفت نظرها.